الحضور الكريم، فمرحبا. فلا يخفى عنكم بان هذا التظاهر المنظم من طرف النادي الرياضي للرمايه بمناسبه الذكرى 20 لميلاد صاحب السمو الامير مولاي الحسن حفظه الله ونصره، ونحن جنود مجندين وراء قائد البلاد ونبراس الامه الملك محمد السادس نصره الله وايده، فمرحبا بالجميع. وفيما يلي عملية توزيع الجوائز بالترتيب. السلام عليكم. النقاش عادل جمعيه النصر. التظاهر دارنا كنديروها من العام لعام، كنديروا التظاهر باش نجمعوا الصياده ونتعرفوا على الناس. وحنا هاد التظاهره ماشي من اسفي، كاينه من اليوسفيه، كاينه من الشماليه، من جديده، من الصويره. الاغلبيه جاوا الناس من الصويره، كنا مشينا عندهم تماك وداروا تظاهره وزلنا حنا وحنا التظاهر باش نستعدوا للموسم ديال كذلك الموسم ديال اليمام، الصيد اليمام غيكون ان شاء الله في المواسات. شكرا سيدي كود على الحضور، معكم الطاهر الوالي رئيس النادي الرياضي للرمايه الحسمي. اليوم النادي منظم هذه التظاهره الرياضيه بمناسبه الذكرى 20 لميلاد صاحب السمو الامير مولاي الحسن. فالحقيقه عرفت واحد ديال إقليم الصويرة، إقليم شنشاوة، إقليم مراكش، إقليم التسويق. والحقيقة هي هذه الرياضة هي راه رياضة نبيلة، رياضة يعني حبوب ثقافي عن جد مشهورة بين الوالدين أنهم كيمارسوا الهواية هذا. حتى حنا حاليا تنحاولوا أننا يعني ننوروا الشباب والتعريف ديال هذه التظاهرة والمشاركة ديالهم ولا في الشغل. طبيعة الفتاح رئيس جمعية الساحل القنص والكاتب العام لنادي الرماية قطيب الأسفي بمناسبة أو تخليدا للذكرى 20 لميلاد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن. أو يتشرف نادي الرماية قطيب الأسفي بإنجاز هذه التظاهرة. التظاهرة اللي كنلاحظوا أنها فيها مجموعة من القناصة من إقليم الأسفي والصاويرة ومجموعة من المدن، وتحيي لنا الفرصة إلى هذه المرحلة تعتبر فراغا بالنسبة للقناصة للمشاركة، وأنجزنا مجموعة من الجوائز، خمس جوائز إضافة إلى الجائزة لأصغر سنا وجائزة لأكبر سنا. كما نعلم هذه التظاهرة كانت في إطار الرماية التقليدية بحكم أن يشارك فيها أكبر عدد من القناصة على غرار السنوات السابقه في اطار الانشطه الرياضيه ديال نادي الرمايه. فهاد الفتره اللي كيكون قنص ممنوع كننظموا مباريات في الرمايه جميع الصحون على دي ديال اليوم ان شاء الله. كنجيب الرماة من النواحي ديال الاسفي وكتكون تدوز للمشاركه ان شاء الله في احسن الظروف احترام ديال القوانين ديال السلامة، بتأطير من أعضاء ديال المكتب وفي الحكاية.
الجوائز بالنسبه للفائزين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.